أنتظر وصولا اليافطاتي كي أعلقها على السور كي يرى الأشخاص والقضاة الذين يدخلون المحكمة مطالبنا وموقفنا ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين. لذا أنا أقف هنا منذ 8:45. أتوجه إلى هنا قبل ساعة من موعد عملي، أوزع اللافتات وأثبت الأعلام قبل وصول المتضامنين. نحاول التأكد من سلامة المشاركين في التظاهرات، واليوم ننهي مشاركتنا عند 2:00 PM ونعود غدا عند 8:00. عم حاول أنا اجي بكير لأنه عندي وقت بكير، وهذا الشيء اللي عم بتشوفه هذا أقل واجب فينا نقدر نعمله لحتى نساعد نوقف هالمسار. وشفت أنت يعني لاحظت بالأول من كل شهر وشوي وقت اللي صارت المحكمة كان في حشود كتير، وكنا متوقعين على القليل وقف إطلاق نار مباشر. I've got no words to describe my anger. لا أمتلك الكلمات المناسبة لوصف ما يجري في غزة، وغضبي وحزني لا يوصفان بسبب الوضع المأساوي والمروع. إنه أكثر من إبادة جماعية، هو همجية وحقد، إنه أمر مروع. صحيح المعركة 7 أكتوبر أعادت بقول الصحيح لفلسطين من حوالي 75 سنة ما سمعنا شيء. أوسلو صار 30 سنة ما عملت لنا أي شيء، بالعكس جابت آخرتنا. أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. The images that we're seeing, I feel we are collectively getting traumatized. الصور التي تصل إلينا تجعلني أشعر أننا نعاني صدمة جماعية، ورؤية ما يمر به أهل غزة يدمرني. لذا اخترت أن أظهر دعمي كل يوم وأوصل أصوات الناس الذين لا يسمح بوصول أصواتهم. Palestine will be free. موسى عاصي لهاي الميادين. Palestine will be free.